الو، مساكم بخير. حوالي المساء جميل عليكم، مساء مليان بالطباشير والاخبار السارة تفرحكم وتسعدكم. وحشتوني وايد وايد. ارد على الناس اللي يتكلمون عندي في دايركت وانستغرام وين نجوى مهولة صغيرة. وحشتينا داهية توي، يلا نومتها وقدرت شوية اضحك نفسي. حبيت اسلم عليكم واقول لكم وحشتوني وايد وايد، وانا اشتقت أكثر وأحبكم يا أحلى متابعين. بديتكم حبايب بالنسبة لأسبوع مهاول صغيرة بينها هالعمر، تدرون كلنا نايمين، يعني يا يقومون حق رذا تبديل بومبز ارتجع تنام، يعني حتى ما ينفع حق التصوير، ما ينفعون حق التصوير، حرام يعني أزعجها. فإن شاء الله نضروا عليه شوي، تكبر تصير شهر ونص شهرين تبدأ تآغي أطلعها وأصورها. وأحب أشكر كل من سأل عني وعن مهاوي وهناني وبارك لي، سواء بالحضور سواء بالمسج سواء بالكومنتات من انستغرام. كلكم فردا فردا فديتكم 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 فردا فردا فديتكم، جد أحبكم وايد ما قصرتوا. وعقبال عند إن شاء الله المتزوجين جدد، وإن شاء الله عقبال كل واحدة تتمنى الظنى يا رب، ويسعدكم ويفرحكم. عقبال اللي ما تزوجت تزوج وتخلف، اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة من القلب، أحبكم وايد وايد، فديتكم وما قصرتوا.